شمروخ تعال. عمرك يا باشا. شايف الراجل اللي قاعد هناك ده ابو دقن؟ الورق اللي في ازيك يا ابو نسب؟ اخويا رحيم، انت خرجت امتى؟ يعني ما انتش عارف؟ انا اعرف منين اخويا؟ اعرف منين؟ انتوا ايه اللي عملتوه ده؟ عملتوا ايه يا زباله الرجاله؟ انتوا كنتوا ماسكين رحيم ليه؟ مش عارفين مين ده؟ كركات؟ ده صاحب المكان وعمل الزمان. الله ليك شوق يا رحيم. لا يا رسول الله، احنا لازم نذبح النهارده. ما تقلقش، من ناحية هنذبح فاحنا هنذبح. ده انا فاكر المشروع ده بيتعامل مع واحد سكران ولا حد معرفوش. مجاش في خيالي ابدا انك انت. معلش رحيم، مسحف دقني، العيال دي جديدة وما تعرفكش. لو ما احنا تعرفنا تحت. انت هتقول لي على قديمه. يلا برا، يلا يا اخويا، وانا حسابي معاكم عسير. والله ليك وحشة، وحشة كبيرة يا رحيم. بتعمل يا رحيم؟ لا بس بقفل الباب عشان نتكلم مع بعض على راحتنا. اقسم لك بالله، والله يا رحيم انا ما في مره صليت العشاء الا ما دعيت لك ان ربنا يفك دقتك. صليت العشاء؟ انت بقيت بتصلي دلوقتي يا عرب؟ هنعمل ايه بقى، كبرنا وبخطف العشاء كده قبل ما اروح المركب. نورت مكانك ومطرحك يا غالي. اتفضل يا عم رحيم، اتفضل يا باشا. لا ما تاخذنيش، بس الوقعه ده انا حسب ما اتعود اخويا. انا مرزوق هنا ليل نهار، لكن خلاص رجعت مكانك ومطرحك. اتفضل اخويا، اتفضل يا رحيم، اتفضل يا باشا. يمسك. يا جدع في ايه؟ يا جرع. كم دول؟ دول ميايا. حلوين. مش مقامك.
انا وصلني كل اللي حصل وانا في السجن. اهو ده بقى اللي كان عليقني. ما تسمعش لحد غير رحيم، انت ما تعرفش ايه اللي حصل. وخلي بالك اخويا، في ناس كتير قوي عايزين يضربوا مفك ما بيني وما بينك. وانت قلقان ليه؟ ده انا وصلني كل خير. لا يا رحيم، انت ما تعرفش اللي حصل يا رحيم. ده اخوك بهدلني يا اخويا، بهدلني قوي. حتى اسال اختك. هروح بعيد ليه؟ يلا على البيت تشوف اختك وتشوف العيال وتحكي لك بنفسها. يلا قوم يا عم، يلا قوم. ياه، للدرجة دي مش طايق تشوفني قاعد على كرسية؟ ايه اللي بتقول يا رحيم؟ ايه يا عم الكلام ده؟ انا بقول لك اختك مشتاقه لك. انت مش عارف رحاب حصل لها ايه من ساعة ما مشيت. والله دمعتها على خدها لغاية دلوقتي. طب قسما بالله، دلعت عجل الاسبوع اللي فات على روحك، قصدي على حسك. على حسك الغالي يا ابن الغليل. ياه، ولا لك شو يا رحيم. اللي بالحق، الخزنة دي فيها ايه؟ الخزنة دي فيها فيل. يا رحيم بضحك معاك يا جدع، وحشني الضحك معاك من زمان. بصراحة كده الخزنة دي ما فيهاش حاجة، أنت خدت كل اللي فيها، دي عالجنط. بقولك يا أبو السيد، أوامر. لغاية ما تصفي حساب السبع سنين اللي فاتوا كنت عايز منك قرشين كده. كام؟ أنت تؤمر. 2 مليون. كام؟ لا لا لا، أنا معيش فلوس دي، الفكة والفتة كلها في السوق. لا بس بسيطة بسيطة، أنت تؤمر اللي أنت عايزه. المال مالك أخويا، بس يعني سيبني 8 9 10 أيام كده، 5 4 3 أيام تمام. ياه، ده أنت ليك شوقة يا رحيم. داليا! بابا، خضتني. أصل ما كنتش عايز حد يشوفني، عشان كده استنيتك هنا. عايز إيه؟ أنا كنت جاي أطمن عليك وأطمن على أمك و... وتطلب فلوس؟ غصب عنها يا بنتي. آخر مشروع دخلت فيه خسرت كل فلوسي واتضايقت. بابا، بلاش الكلام ده معايا. أنا عارفة كويس قوي بتعمل إيه بالفلوس دي. أنا بتضايق قوي لما بشوفك، عشان مش عايزة أشوفك كده. بابا لو سمحت تعالج وسيبك من الزبالة اللي أنت عايش معاها دي، وأنا هقنع ماما، أنا هقول لها نرجع زي الأول. بس ما تكسفنيش زي المرة اللي فاتت.